الوافي وأهل الخير تقدم وارتقي في السر مع الوافي وأهل الخير. مرحى مرحى فقد وضح الصواب وهفى إلى المجد الشباب. عجلان ينتهب الخطى هيمان يستدني السحاب. هذه كلمات عبر بها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله في رسالة عنوانها إلى شباب بلادي. هي رسالة لشبابنا الذين هم بإذن الله تعالى قادرون على صنع مستقبل مشرق نعول عليه كثيرا. محمد الغامدي أحد الشباب المشاركين يلقي كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انطلاقا من هذه الآية الكريمة أتقدم بالشكر الجزيل لأبي الغالي وأمي الغالية، فهما أحق الناس بالشكر بعد شكر الله تعالى، فقد قدما لي الكثير رعاية وتربية وتعليم. وشكرا لكل الآباء والأمهات أن منحونا فرصة الانضمام لبرنامج تميز وانطلق، والذي يشكل نقطة تحول إيجابية لي ولجميع زملاء المشاركين سواء على المستوى التعليمي أو التدريبي أو الاجتماعي. شكرا لكم، فقد هيأتم لنا الطريق، طريق التميز والانطلاق، وبقي الدور علينا لنمضي فيه. شكرا تميز وانطلق ممثلا في المشرف العام الدكتور محمود الأشقر وكل المشرفين، فقد كنتم خير مربيين وموجهين وناصحين. في كل موقف تعلمنا منكم درسا، وفي كل كلمة وسعتم لنا أفقا. ولا أنسى زملائي المشاركين الذين تشرفت بهم، فكانوا نعم الصحبة فترة إقامتنا هنا. بدأت كلمتي بالسلام وبه يكون الختام. السلام عليكم ورحمة الله. تميزنا وغنينا لبسنا الفرحان.